إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم أخوكم أبو علاء السندي طبعا من عاصمة كراتي. اليوم أوريكم المحل ما شاء الله تبارك الله اسمه مستر عربي. طبعا الإخوان المواليد مكة المكرمة ما شاء الله تبارك الله، الله يرزقهم يعني شيء شغل مرتب نظيف، عندهم كل شيء أشياء متوفرة. طبعا هي هذه الشاورما عندهم على الفحم، وعندهم كذلك جميع أنواع العصيرات، واللهم صل على محمد. طبعا هذه الأشياء، هذه الشاورما الصحن العربي، عندهم برجر وزنجر وعندهم طلب، وهذه هي الشاورما على الصاج على الفحم. هذا الأخ محمد متواجد صاحب المحل، وتفضل أخوي محمد نبغى كلمة طيبة. الله يخليك، الله يعينكم إن شاء الله، شرفتونا. الله يسعدك، شرف وجودك، والله يطحل البركة ويبارك لكم في رزقكم إن شاء الله. آمين يا رب. تفضل حبيبي. الله يجزيك الله. عندنا آيس كريمات، آيس كريم، في عندنا في شيك، الله يحفظك، في ايس كريم، في فانيلا، ما شاء الله، في ثلاث جبنه من السعوديه ما شاء الله، طلبات حق كلهم، والشاورما هنا ما شاء الله. احنا جبنا شاورما هنا كله بطريقه عربيه ما شاء الله، انه جبنا شو اسمه الشيف كمان من السعوديه. لما جينا هنا واطفالنا قالوا انه ما في شاورما زي طعم السعوديه ما شاء الله، فأنا كنت ناوي وقلت لازم نجيب الطعمة السعودية. نعم. فإحنا جبنا هنا الشيف كمان من السعودية، طباخ من السعودية اللي اشتغل هناك ما شاء الله تقريبا 15 سنة في مطعم بالطائف ما شاء الله تبارك الله. جبنا هنا الحمد لله نفس الطعمة السعودية اللي جبنا بالشاورما برجر. نعم. شيخ البرجر معروف هناك في السعودية. نعم. جبنا شاورما جمبري، شاورما سمك. نعم. وشاورما بطريقة الخبز حق الشاورما غير عن البيتا ما شاء الله. الخبز هي تورتيلا اللي معروف انك تسوي على الفحم على الصاج. نعم. الثلاش هذا ما في باكستان، ما ادري زي هذا الثلاش اللي جبنا طريقه من السعوديه ما شاء الله تبارك الله. والايس كريم كمان، وفي له شو اسمه كولد كوفي اللي معروف ما شاء الله ما شاء الله. وتشرفونا، الله يسعدك ويجزاك الله خير، والله يبارك لك ان شاء الله ويطرح البركة فيكم إن شاء الله. ونرحب بالأخوان المواليد، يعني هذه ما شاء الله تبارك الله يعني موقع راح أوصف لكم. هي طبعا هذه مسجد تاون، هذه الصدر، طبعا هذه خلف قائد أدوبات، طبعا راح أرسل لكم اللوكيشن كمان. نيوتون معروف، نيوتون هذه اسم المسجد، هذه يعني أمام المسجد نيوتون، شوف المرتب يعني اسعار كمان يعني ما شاء الله تبارك الله طيبه. يعني عندكم الصحن عربي ب 340، وعندكم تفضل، والبرجر كمان 180، وعندكم الكلوب وشيش طاووق على 220، يعني اسعار منافسه. هي عندهم كذلك خدمة التوصيل، يعين بالنظافة، أول شيء خاصة يعين بالنظافة والحاجات الجديدة، ما ناخذ شيء مطبوخ أي. جزاك الله خير، جزاك الله خير، وهذا أفضل شيء. احنا نقطع على قدام عيوننا، نقطع دجاج ونجيب كل يوم يومين طازج الدجاج ما شاء الله. الله يوفقكم إن شاء الله، الله يرزقكم من حيث لا يحتسب إن شاء الله. جزاك الله خير أخوي محمد على هذه المعلومات الطيبة، بارك الله فيك.